السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة وتهكير جديد. اليوم أصدقائي سوف أهكر لكم لعبة ريسينج إكستريم عبر برنامج اللاكي باتشر، وهي لنبدأ الشرح. نقوم بالدخول إلى تطبيق اللاكي باتشر، نقوم بالبحث عن اللعبة. انتظروا قليل، نقوم بالبحث عن اللعبة. نقوم بالبحث، انتظروا قليل، أعتقد نحن مرينا من اللعبة. انتظروا قليل، خلينا نبحث نبحث نبحث. اين هي يا لعبة؟ اينك يا لعبة؟ اوه ها هي اللعبة. نقوم بالضغط على فتح قائمة باتشات، نقوم بالضغط على الانتقال الى انشاء ملف ابي كي معدل، ونقوم بالضغط على اعادة بناء الملف الابي كي، ونضغط اعادة بناء التطبيق. حتى أصدقائي لما تتم تهكير ملفات اللعبة سوف أرجع لكم. ورجعت لكم مرة أخرى أصدقائي، تم تهكير ملفات اللعبة بنجاح. الآن نقوم بالضغط على انتقال للملف ونضغط إلغاء تثبيت وتثبيت، نضغط نعم ونضغط موافق. لغينا تثبيت اللعبة، الآن نقوم بالخروج من تطبيق اللاكي باتشر، نقوم بالدخول إلى تطبيق الملفات، نضغط على وحدة التخزين الداخلية ونبحث عن ملف الذي اسمه موديفايد. نقوم بالضغط عليه ونضغط على خيار اللعبة ونقوم بتثبيت اللعبة. حسن أصدقائي، إن شاء الله إن اللعبة تتثبت وأرجع لكم. ورجعت لكم مرة أخرى أصدقائي، تم تثبيت اللعبة بنجاح. الآن نقوم بالضغط على تم ونقوم بالخروج من تطبيق المدير الملفات، نقوم بالضغط على اللعبة ونقوم بالدخول إلى اللعبة. كما ترون أصدقائي، ها هي اللعبة قدامكم. لقد قمنا الآن بتكبير الشاشة، نضغط على هذا موافق مثلا، اختار اسمك، طبعا سجل اي حاجة مثلا هكذا. صح، سوف اقوم بلعب المرحلة التعليمية وارجع لكم. ورجعت لكم مرة اخرى اصدقائي، تمت لعب المرحلة الاولى وهي المرحلة التعليمية. طبعا اصدقائي قبل ما نهكر اللعبة لازم يكون شبكة الانترنت مفتوحة عشان يتم تهكير اللعبة بنجاح. الان نقوم بالضغط على متجر زيادة الاموال، ونقوم بالضغط على اكبر كمية لدينا من المال وهي 3 مليون. وكما ترون أصدقائي استطعنا تهكير اللعبة، استطعنا أن نجيب فلوس فوق. كما ترون أصدقائي لدينا فوق 3,500,000. وكما ترون أصدقائي استطعنا الآن زيادة الأموال أكثر وأكثر. كما ترون أصدقائي استطعنا تهكير هذه اللعبة بنجاح. الآن نقوم بالضغط على زيادة الجواهر، كما ترون أصدقائي 5,000. نقوم بزيادة الكثير والكثير. كما ترون أصدقائي اللعبة تهكرت وبنجاح تام. حسنا أصدقائي، إلى هنا انتهى شرح حلقتنا اليوم. إن شاء الله تستفيدوا من طريقة الشرح السهلة جدا وليس معقدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر اللايك وتنشروا الفيديو مع أصحابكم. وإلى اللقاء، سوف نلقاكم بفيديو آخر وتهكير آخر، ومع السلامة.